مرحبا، انا اياد. اذا حابين تتعرفوا علي اكثر، انستغرامي موجود بصندوق الوصف. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد وحلقة جديدة من فقرة كويك بار. خلصت رحلة صفا سرور بباريس اللي صورت هناك فيها اعلان مع توب بريدل باريس وزيارتها لديزني لاند باريس وحضور لحفلة لونكوم واللي ختمتها بصور بالليل. اما الان فهي متواجدة بدبي وعم تخطط لرحلتها وسفراتها بباقي الصيف، وتركيا وتحديدا انطاليا راح تكون من ضمن السفرات الجاية. أما نور ستارز فهي متواجدة حاليا بلوس أنجلوس، وعمرو مسكون بتايلند، وميمي بموريس. أما عمر فاروق ومجرم جيمز فاختيروا لعمل إعلان لعطر بوس، حيث كل واحد منهم رح يعمل تحدي معين وهو لابس البدلة الرسمية، حيث اسم التحدي رح يكون تحدي البدلة. وأصالة وبهالصورة اللي بتجمعهم مع بعض لمحوا لمفاجأة وخطوة جديدة، حيث كتب بالتعليقات يا حذركم شو ماسك بإيدي، حيث كتير من الناس توقعوا وعلقوا بأنهم رح يشتروا بيت جديد وينتقلوا لإله. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.